كلام أكتر عن دوري أبطال أفريقيا مع الصحفي أحمد بالكبير أحمد ميدو بمجلة الهداف الجزائرية. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. شكرا زميلتي سارة على الاستضافة، تحياتي لك وتحياتي لكل الشعب المصري وخاصة أنصار نادي الأهلي المصري نادي القرن، بما أننا الآن في قناته قناة نادي الأهلي. بشكرك جدا، وخلينا نبدأ معاك من رحلة صعود بقى النادي الأهلي نهائي أفريقيا. إزاي شفتها؟ إزاي شفت مباريات نصف النهائي مع طبعا نادي الوداد سواء الذهاب أو الإياب؟ لا الأهلي خاصة في الأهلي ماهوش نادي اللي أنا اللي راح نعرفه، نادي الأهلي نادي معروف، نادي كبير، نادي القرن في أفريقيا، واحد من أفضل الأندية في توب ليس ربما توب 20، يعني توب 20 من أفضل الأندية في العالم. النادي الأهلي المصري تقريبا تاريخه يحكي عليه، خبرة لعبه، الجهاز الفني، شفنا في مباراة الوداد سواء الذهاب وخاصة مباراة الإياب أين تألق لاعب السابق لنادي مولودية الجزائر الجزائري المالي ديانغ اللي كان قدم مباراة كبيرة. الأهلي تقريبا تأهله كان مستحق سواء ذهابا أو فوز ذهابا وكذلك إيابا كان مستحق، وصوله إلى دور النهائي أمر ربما لا ليس بالجديد على نادي مثل النادي الأهلي المصري. لذلك الآن الأهلي المصري مثل ما قلت كنت أستمع إلى ما قلته منذ قليل، النادي الأهلي الآن ينافس على 3 جبهات، يستعد ربما لحرز ثلاثية تاريخية بالنسبة لنادي الأهلي المصري، ينافس على الفوز بالدوري المصري الدوري رقم 42، الآن متواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا ويبقى ينتظر مباراة نصف النهائية الأخرى بين نادي الزمالك بالاضافه الى نادي الرجاء البيضاوي. الان قد يكون هناك نهائي مصري 100%، ديربي القاهره بين الزمالك والاهلي فريقين عريقين، كما انه ينافس ايضا في كاس مصر. لذلك الاهلي ربما خليني ما نقولش في طريق مفتوح، لكن يبقى المرشح الافضل حظا لنيل ثلاثيه اخرى في تاريخ النادي الاهلي المصري. بمناسبه ان بتقول قد يكون هناك نهائي مصري بين الاهلي والزمالك، شايف انه الزمالك اقرب من الرجاء للتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا؟ كرة القدم ليست علوم دقيقة، ولا يمكن أن نجزم بشيء في كرة القدم ما دام 90 دقيقة ما زالت في اللعب، ما دام في ظل كل هذه الظروف التي تحدث في العالم مثل ما تعرف. ولكن من متابعتك للفريقين من الناحية الفنية، شايف مين أقوى، الزمالك أم الرجاء؟ الرجاء البيضاوي قبل التوقف بسبب كورونا كان في مستوى تقريبا تصاعدي بعض الشيء، لكن بعد فترة التوقف الدولي مثل ما تشاهدون الآن حتى في أوروبا، حتى لما شاهد الدوريات الأوروبية، من كان يتوقع أن يخسر برشلونة ب8، من كان ينتظر ليفربول القوي والمهول يخسر ب7 في أستون فيلا. تغيرت العديد من المعطيات بعد جائحة كورونا، غياب الأنصار أيضا، ربما هناك بعض الفرق اللي تلعب كرة قدم جميلة فقدت حتى مثل ما فقدت روح الفريق، يعني وجود الأنصار في الملعب يعطي دافع أكثر. شفنا الزمالك أيضا عاد بفوز من دار البيضاء أمام الرجاء البيضاوي، الآن مباراة العودة ستكون في ملعب القاهرة مرة أخرى، ملعب شاغر. لحد الآن الاتحاد الإفريقي قام بتأجيل النصف النهائي مرة أخرى وتأجيل أيضا حتى موعد المباراة النهائية، سننتظر لنرى مباراة العودة، ولو أن الزمالك يبقى تقريبا المرشح ب 60 الى 70% للمرور الى الدور النهائي، ولو انه مثل ما قلت في بدايه الحديث كره القدم ليست علوم دقيقه. شايف التاجيل ده ممكن يكون في صالح مين من الانديه اللي بتتنافس حاليا على اللقب، ومين ممكن تاثر عليه بالسلب؟ تؤثر على الانديه التي تتواجد في ديناميكيه انتصارات وديناميكيه نتائج ايجابيه، تعرفي في كره القدم هناك دائما فتره فراغ وفتره قوه، يعني في نادي يمكن يدخل مرحله فراغ تدوم مباراتين 3 4، قد يحدث ديكليك بفوز، قد يحدث ديكليك بتغيير مدرب، بتغيير عدد من الاشياء، لكن الفرق اللي تكون يعني في الانطلاقه، يعني فرق تحقق نتائج ايجابيه تلعب جيدا منحنى النتائج تصاعدي تقريبا، لما تتوقف لفترة أسبوعين 3 أسابيع تتأثر هذه الأندية أيضا، هذا النوع من الأندية اللي تكون جيدة تتأثر، قد تتأثر بنسبة كبيرة جدا وتفقد ربما بعض الأشياء
في طريقة لعبها، قد تفقد لاعبين، قد تفقد الرغبة أيضا من اللاعبين. أنت تعرفي أنه لما تكون تلعب كرة القدم، لما تكون تلعب في موسم ثم تتوقف لأربعة أو خمسة أشهر، تعود لتلعب شهر ثم تتوقف لشهرين، ما هيش نفس الرغبة وما هيش نفس الديناميكية اللي يكون بها الفريق. بنتمنى طبعا يعني النادي الأهلي يرجع بقوة أكثر كمان في مباراة النهائية.